وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل امتحان مهم متوقع لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، وطبعا الامتحان معروف هو من 70 درجة. بنبدأ بالجغرافيا 3 أسئلة والتاريخ كمان 3 أسئلة، يبقى المجموع 70 درجة. وأول سؤال في الجغرافيا بيبقى سؤال الخريطة وسؤال موضوعي، وأسئلة الامتحان ما بين أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية. يلا بينا نحل مع بعض الامتحان. نسم الله. أول سؤال: أمام خريطة للوطن العربي، وضح ما تشير إليها الأرقام الآتية: البحر 1، البحر المتوسط. هنا البحر المتوسط، يبقى أنا على طول هكتب البحر المتوسط. نحل سوا مع بعض. اتنين: المحيط. هنا رقم 2، المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي، يبقى هنكتب الأطلنطي. رقم 3: دولة منتجة للحديد. نشوف الدولة. احنا عارفين ان اهم دولة منتجة للحديد موريتانيا، بس لازم ابص على الخريطة واتأكد. هنا دولة موريتانيا. يبقى هكتب موريتانيا. رقم 4: دولة أولى الدول إنتاجا للبترول. أولى الدول إنتاجا للبترول، طبعا أولى الدول إنتاجا للبترول مش بس في الوطن العربي ولكن كمان في العالم هي السعودية. السعودية وأنا مغمضة، سواء السعودية أو بالنسبة للبترول أو الغاز الطبيعي، لأن دايما الغاز الطبيعي بيبقى مرتبط يا شباب بالبترول. إذا السعودية أولى الدول في إنتاج البترول، يبقى كمان هي أولى الدول في إنتاج الغاز الطبيعي. يبقى السعودية. خلاص. طيب 5: دولة تزرع على مياه الأمطار. هنا في جنوب الصومال الزراعة قائمة على الأمطار. احنا عارفين الزراعة قائمة على الأمطار سواء في شمال الوطن العربي، على كل الساحل الشمالي، وكمان في جنوب الوطن العربي. طيب والصومال، هنا جنوب الصومال هلاقي ان في أمطار، لان هنا اقليم مناخي استوائي. الزراعة هنا قائمة على الأمطار، يبقى دولة تزرع على مياه الأمطار. ممكن نقول الصومال أو جنوب الصومال، الاتنين صح. يبقى هنكتب الصومال. هنيجي للجزء الثاني من السؤال الأول به: ما المقصود بكل من؟ ما المقصود بكل من؟ محاصيل صناعية وتجارية. محاصيل صناعية وتجارية يعني ايه؟ محاصيل صناعية وتجارية يعني محاصيل بتدخل في الصناعة والتجارة، مثل القطن وقصب السكر. يبقى محاصيل صناعية وتجارية هي المحاصيل اللي بتدخل في الصناعة والتجارة، عشان كده انا بسميها محاصيل صناعية وتجارية. هي محاصيل بتدخل في الصناعة والتجارة مثل القطن وقصب السكر. طيب مراعي طبيعية، عاوزين نعرف مراعي طبيعية يعني ايه. هنا مراعي طبيعية حشائش تنمو طبيعيا دون تدخل الانسان. يبقى هنا مراعي طبيعية هي حشائش تنمو طبيعية دون تدخل الانسان. زي كده تعريف النبات الطبيعي، هو النبات الذي ينمو طبيعيا او تلقائيا دون تدخل الانسان. يعني لا الانسان بيحط البذرة ولا بيحط مية، ملوش دعوة، دي حاجة بتاعت ربنا، والنبات بيطلع على حسب المياه او سكوت الامطار. نيجي في سؤال جيم: بما تفسر اذكر اثنين لكل منهم.
هنا بما تفسر اذكر السبب ضعف التجارة بين الدول العربية. ليه هنا نسبة التجارة بين الدول العربية ضعيفة؟ احنا عارفين ان نسبة التجارة البينية هي ضعيفة بين الدول العربية وحوالي 12%، وده بسبب في اسباب للكلام ده، كذا سبب. هنقول سببين اهمهم ضعف التجارة هنا بين الدول العربية. ممكن نقول رقم واحد تشابه الانتاج بين الدول العربية، ان الانتاج متشابه، تشابه الانتاج بين الدول العربية. طيب احنا عايزين نحل نقطتين، نكتب نقطتين. النقطة التانية تنافس السلع الأجنبية أو منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية. يبقى تاني نقطة منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية. رقم اتنين في بما تفسر أهمية الصناعة في الوطن العربي. أهمية الصناعة أولا هي بتوفر فرص عمل للشباب، توفير أسهل واحدة، توفير فرص عمل للشباب. طيب ممكن أقول كمان نقطة تانية، إن هي بتزيد أو بتسد حاجات السكان من المنتجات، تسد حاجات السكان من المنتجات. وكمان نقطة تالتة تزيد الدخل القومي، وتزيد الدخل القومي، تزيد الدخل القومي، لأن طبعا بيبقى في عملية تصدير منتجات زراعية، فبالتالي هنا بتدخل لي عائد مادي من برة، فهنا كده هي بتزيد الدخل القومي. يبقى توفير أهمية الصناعة، توفير فرص عمل للشباب، تزيد الدخل القومي عن طريق الصناعة، ان انا بصدر المنتجات الصناعية، فبالتالي كده انا بزود الدخل القومي عن طريق بيع المنتجات الصناعية اللي انا ببيعها، او المواد الخام الزراعية بعد صناعتها لما بصدرها برضو ده هيزيد الدخل القومي. يبقى اهمية الصناعة يا شباب نقطتين، توفير فرص عمل للشباب، تزيد الدخل القومي، تسد حاجات السكان من المنتجات. السؤال الثاني اكمل عبارات الاتية: يدخل قصب السكر في عديد من الصناعات، منها قصب السكر بيدخل في صناعة السكر وصناعة الورق وصناعة الخشب. يبقى صناعة السكر والورق وكمان الاخشاب. يبقى انا عرفت السكر بيدخل في صناعة ايه. رقم اتنين، يعتبر نقط المصدر الرئيسي للري في الوطن العربي. المصدر الرئيسي لكل الوطن العربي هنا بالنسبة للري الامطار. الامطار هي مصدر رئيسي للري، الامطار، مش هنقول الانهار ولا المياه الجوفية. الانهار او النهر بالنسبة لبعض الدول مثل مصر، لكن للوطن العربي كله المصدر الرئيسي سواء في شمال الوطن العربي او جنوب الوطن العربي الامطار. رقم ثلاثة، يعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة. الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة، هو أقل تلوثا للبيئة، لكنه من مصادر الطاقة الغير متجددة. يبقى يعتبر الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الغير متجددة. من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة، من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة، في اتنين نقطتين، مصادر الطاقة، مصادر الطاقة والمواد الخام، والمواد الخام. يبقى من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة مصادر الطاقة والمواد الخام. صنف كل مما يأتي حسب مصدر المياه التي تعتمد عليها. أشوف كل منطقة بتزرع على أي نوع من أنواع المياه اللي عندنا، هل أمطار ولا أنهار ولا مياه جوفية. مثلا الصحاري هنا، المياه المستخدمة، الناس بيستخدموا المياه في الزراعة أو في الري عامة أو في الاستخدام هنا، هيستخدموا مياه إيه؟ المياه الجوفية. يبقى أنا أفتح قوس كده وأكتب المياه الجوفية. طبعا يا شباب الامتحان احنا بنحله في ورقة خارجية، تمام؟ فانا هحل الاسئلة دي، المفروض الاجابات بنقلها في الورقة الخارجية، كل سؤال بالرقم بتاعه.
طب بالنسبة لسواحل بلاد المغرب، الزراعة سواحل بلاد المغرب يعني شمال الوطن العربي، تعالوا نشوف كده سواحل بلاد المغرب، اهي سواحل بلاد المغرب. طب هنا في امطار شتوية زي الساحل الشمالي كده او ساحل البحر المتوسط. طيب تمام، يبقى معنى كده الزراعة قائمة على ايه؟ على الامطار، يبقى هنكتب الامطار. طيب نيجي للسؤال الثالث، اكتب ما تشير اليه كل عبارة مما يأتي. محصول صيفي بيحتاج الى تربة خصبة ومياه وفيرة وجو مشمس. محصول صيفي بيحتاج الى تربة خصبة ومياه وفيرة وجو مشمس. اول ما يقول لي جو مشمس على طول يبقى قصب السكر. قصب السكر. طيب رقم 2، سياحة تهدف إلى زيارة الشواطئ والسفاري. سياحة لزيارة الشواطئ أو السفاري كلها طبعا لعب وفرحة ومرحة، فده هنا سياحة إيه؟ ترفيهية. سياحة ترفيهية. ثلاثة، معدن يستخدم في صناعة الصلب ومواد الطلاء. المعدن اللي بيستخدم في صناعة الصلب ومواد الطلاء معدن المنجنيز، ومعنى ان هو بيدخل في صناعة الصلب يعني بيدخل في صناعة الحديد، عشان يبقى الحديد يعطي للحديد صلابة، اللي بيعطي للحديد صلابة هو معدن المنجنيز. وطبعا اولى الدول المنتجة للمنجنيز المغرب، اكتر دولة بتنتج المعادن هي المغرب. صخور اقتصادية تستخدم في صناعة دبغ الجلود، سواء دبغ الجلود او المبيدات الحشرية، طبعا معدن الفوسفات. اولى الدول برضو هلاقيها المغرب هي اللي بتستخرجه، اولى الدول انتاجا للفوسفات المغرب، وبيستخدم في دبغ الجلود. خمسة، قيام كل دولة باستكمال ما ينقصها من موارد اقتصادية من الدول الأخرى. كل دولة لما تكمل حاجتها من دولة عربية أخرى ده معنى اسمه يسمى التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي. هنيجي به، ما النتائج المترتبة على انتشار المراعي الفقيرة في الوطن العربي؟ انتشار المراعي الفقيرة في الوطن العربي، النتيجة المترتبة ان المراعي الفقيرة طبعا بسبب قلة الامطار، والمراعي الفقيرة الاكترية نباتات صحراوية بسيطة او حشائش الاستبس اللي هي قصيرة، فهنا اصبح هنا الاغنام هو اكثر انتشارا في الوطن العربي. يبقى هيقول الاغنام اكثر انتشارا في الوطن العربي، جعل الاغنام اكثر انتشارا في الوطن العربي. أصبح الأغنام أكثر انتشارا في الوطن العربي، يعني الحيوان اللي بيربى اللي هو أكثر انتشارا وأكثر انتشار في تربيته هو الأغنام. رقم 2، ما النتيجة المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ تنوع المناخ دايما يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية. طبعا بالنسبة للإجابة دي أنا لما باجي أجاوب ما النتيجة المترتبة، إلا أكتب الإجابة على طول كده زي ما كاتبة، يعني ما النتيجة المترتبة على تنوع المناخ، تنوع المحاصيل الزراعية على طول، أو أقول أدى إلى أو يؤدي إلى تنوع المحاصيل الزراعية. بالنسبة للتاريخ كده خلصنا يا شباب مع بعض الجغرافيا، نبدأ بقى نحل مع بعض كمان للتاريخ. وأهم سؤال دايما في التاريخ بيجي سؤال الشخصيات، إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ أول من أدخل نظام الوراثة في الحكم بالدولة الإسلامية. نظام الوراثة معوية ابن أبي سفيان. معوية ابن أبي سفيان هو أول من أدخل نظام الوراثة. أول رقم 2، أول قاضي في الإسلام. أول قاضي في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو أول قاضي في الإسلام وأول من حكم بكتاب الله وسنة رسوله. يبقى أول قاضي في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قاد الجيش الفاطمي الذي تمكن من الاستيلاء على مصر. من هو الذي قاد الجيش الفاطمي الذي تمكن من الاستيلاء على مصر؟ جوهر الصقلي، القائد جوهر الصقلي. وطبعا جوهر الصقلي هو اللي بنى عاصمة مصر القاهرة، بنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة العباسية. اللي بنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة العباسية أبو جعفر، أبو جعفر المنصور هو الذي بنى مدينة بغداد واتخذها عاصمة أو مركزا للخلافة العباسية. نظمت في عهده الشرطة ولقب رئيسها بصاحب الشرطة الخليفة علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب. ما النتائج المترتبة على به في السؤال الرابع أو السؤال في التاريخ؟ ما النتيجة أو ما النتائج المترتبة على أنشأ عثمان أو إنشاء عثمان بن عفان أول أسطول بحري؟ نعرفين أن عثمان بن عفان هو أنشأ أول أسطول بحري في الإسلام، وهنا اللي كان السبب لصد هجمات الدولة البيزنطينية على سواحل مصر والشام من جهة البحر. وطبعا هنا هيحاربهم ازاي، وهنا روما او بيزنطة معها اسطول كبير، لازم تكون الدولة الاسلامية كمان معها اسطول كبير عشان تقدر تصد هذه الهجمات. طيب النتيجة المترتبة لما انشأ عثمان بن عفان اول اسطول بحري ان هو هنا انتصر في معركة ذات الصوار. يبقى الانتصار أول حاجة، الانتصار في معركة ذات الصوار. معركة ذات الصوار هي اسمها معركة ذات الصوار لأن بيزنطة أو روما كانت بتحارب الدولة الإسلامية بخمسمائة سفينة في هذه المعركة، وكل سفينة ليها شراع، والشراع هنا بيسمى صواري. فالمسلمين لما شافوا من ساحل البحر المتوسط هذه الشراعات، شراعات المراكب أو السفن، فسموها معركة ذات الصواري. يبقى هنا النتيجة المترتبة على إنشاء عثمان بن عفان أول أسطول بحري الانتصار في معركة ذات الصواري، وفتح جزيرتي قبرص ورودس في البحر المتوسط. جزيرتين في البحر يبقى محتاجين أسطول، وفتح جزيرتي قبرص ورودس في البحر المتوسط. رقم 2، ما النتيجة المترتبة على وجود الظاهر بيبرس في الحكم بمصر عام 659 هجريا؟ الظاهر بيبرس قام بإحياء الخلافة العباسية مرة أخرى بعد أن سقطت على يد المغول. يبقى هنا وجود الظاهر بيبرس في الحكم بمصر سنة 659 هجرية أدى إلى إحياء الخلافة العباسية مرة أخرى. السؤال الخامس، صوب ما تحته خط. ديوان الجهبذة يختص بجرائم الأطفال، اللي تحت خط ده غلط، لأن ديوان الجهبذة هنا بيختص بأهل الذمة اللي هم المسيحيين واليهود، لكن هنا اللي بيختص بجرائم الأطفال ديوان الأحداث. يبقى هنكتب كلمة الأحداث هي اللي خاصة ومعناه يعني حديث الطفولة أو إن هم أطفال عملوا جرائم، فهنا بيبقى ليهم ديوان اسمه ديوان الأحداث. رقم 2، نشأت الخلافة بعد وفاة أبو بكر الصديق. الخلافة نشأت بعد وفاة نظام الخلافة اللي هم طبعا خلفوا أو جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الطبيعي يبقى بعد وفاة إيه؟ الرسول
صلى الله عليه وسلم. نشأت الدواوين في عهد الخليفة علي بن أبي طالب. الدواوين هنا نشأت في عهد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قامت الدولة الأموية على مبدأ الشورى. الدولة الأموية قامت على مبدأ الوراثة، واللي طبعا عمل نظام الوراثة معاوية بن أبي سفيان. وضح دور البرتغال في سقوط دولة المماليك. البرتغال كان ليها دور في سقوط دولة المماليك. ايه هو الدور اللي عملته البرتغال؟ انها اكتشفت طريق رأس الرجاء الصالح بالدوران حول قارة افريقيا، مما ادى الى تدهور دولة المماليك اقتصاديا، وطبعا بالتتابع ادى الى سقوطها سياسيا وعسكريا امام سليم الاول وامام الدولة العثمانية. تاني، وضح دور البرتغال في سقوط دولة المماليك. هنقول حيث أن البرتغال كانت لها دور، حيث أن البرتغال كانت لها دور في سقوط دولة المماليك اقتصاديا، بعدما اكتشفت البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح، حيث كانت لها دور في سقوط المماليك اقتصاديا، بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. سؤال جيم، سؤال برضو مقالي. اتبع صلاح الدين الايوبي سياسة تدل على التسامح الديني. احنا شفنا الكلام ده اكتر من مرة، ان صلاح الدين كان انسان بطبيعته متسامح جدا، وان بدليل ان هو عمل صلح الرملة مع ريتشارد قلب الاسد. هنا المقصود التسامح الديني مع اهل بيت المقدس. هنقول حيث تسامح صلاح الدين الايوبي مع اهل بيت المقدس، حيث تسامح صلاح الدين الأيوبي مع أهل بيت المقدس، وعفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم. يعني هو اداهم الامان على ارواحهم واموالهم وكنائسهم، واعفى على الشيوخ والفقراء والاطفال من دفع الجزيه، وكمان ما خلاش الناس الكبار الشيوخ والناس الفقراء والاطفال ان هم يدفعوا جزيه. تمام، وعفى عن الشيوخ والأطفال في دفع الجزية. السؤال السادس والأخير بالنسبة للتاريخ، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: نبغ الحسن ابن الهيثم في علم الكيمياء ولا الطب ولا الفلك ولا الفيزياء؟ نبغ الحسن ابن الهيثم في علم الفيزياء. من مصروفات بيت المال: الزكاة، ده إيرادات، الجزية إيرادات، الخراج إيرادات بيت المال، إنشاء المؤسسات التعليمية. إنشاء المؤسسات التعليمية من مصروفات بيت المال، كانوا بيبنوا مدارس ومساجد. بنى الخليفة الوليد ابن عبد الملك المسجد الأموي في القاهرة ولا دمشق ولا الكوفة ولا بغداد؟ المسجد الأموي كان بدمشق. كان الدرهم الفارسي يصنع من الذهب ولا الفضة ولا النحاس ولا البرونز؟ طبعا الدرهم الفارسي كان يصنع من الفضة.
نشوف بقى المقارنة، سؤال المقارنة، قارن بين معركة عين معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث الأطراف والنتائج. فأنا هنا حضرت المقارنة عشان تعرفوا بنعمل المقارنة ازاي. لما تيجوا تحلوا المقارنة يا شباب ما تعملهاش على بعض كده تكتبوها سطور في كراسة الإجابة، لا، لازم في جدول. هنا مثلا بيقول قارن بين معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث الأطراف والنتائج. حطين هنا وهكتب هنا عين جالوت وهعمل الجدول كده والأطراف والنتائج. حطين الأطراف المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين، النتيجة هنا انتصار المسلمين. أي معركة بيبقى فيه منتصر وفيه منهزم. قال نتيجة الحرب، يعني بيسألني عن نتيجة معركة أو حرب، يبقى أكيد هقول اللي انتصر مين واللي انهزم مين. النتيجة المترتبة على معركة حطين انتصار المسلمين على الصليبيين، وقوع ملك بيت المقدس وأرناط أو رينو في الأسر، وتخليص بيت المقدس من الصليبيين. طيب بالنسبة لمعركة عين جالوت، وهنا دي كانت في عهد المماليك. طبعا الأطراف المسلمون بقيادة سيف الدين قطز والمغول، أو المسلمين ضد المغول أو قطز ضد المغول. النتيجة هنا انتصار المسلمين وهزيمة المغول، طبعا هزيمة ساحقة. وكمان النتيجة الثانية حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي. بكده يكون خلصنا الامتحان بتاعنا. ياريت تكونوا استفدتوا، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.